إذا كنت تعني ما تقول كلما صلى فنقول لا، لكنه يجوز أن يفعل ذلك أحيانا. وكذلك أهل المدينة لا يجوز لهم أن يترددوا دبر كل صلاة كما هو الواقع اليوم، لأنهم في ذلك يتخذون قبره عليه السلام عيدا، وقد جاءت أحاديث ثابتة في النهي عن اتخاذ قبره عيدا. لكن من فعل ذلك أحيانا سواء كان من سكان المدينة أو من الوافدين إليها فيفعل ذلك أحيانا ولا يكرر. مش دائما كان إذا مثلا غاب من سفر جاء إلى قبر رسول عليه السلام وسلم عليه وعلى أبي بكر وعلى أبيه. أما أن يجعل ذلك ديدنه كما يفعل المبتدع في هذا الزمان فحاشاه بمثل ذلك.